أدعو الشعوب الإسلامية والعربية بل وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول وبدون تدخل الحكومات إلا من غض النظر وعدم الممانعة، تجمع شعبي سلمي للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود الفلسطينية من جانب مصر وسوريا ولبنان بل والأردن، من دون أي سلاح، من دون أي سلاح غير الأكفان، والبقاء إلى حين فك الحصار وإيصال ما يكفي لأهلنا في غزة شمالها وجنوبها، ولإيصال بعض المعونات الغذائية والطبية والماء، ولا نمانع من تفتيشها من طرف محايد يتفق عليه الجميع كالأمم المتحدة أو غيرها. فإن وجدنا تعاونا من الشعوب فسنحدد موعدا لاجتماعنا لاحقا بالاتفاق مع جميع الأطراف، بعيدا، أكرر، بعيدا عن الحكومات والجهات العسكرية وما شاكل ذلك.